أمير حمص والشام الزاهد الورع، لزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات. ولما انتقل الكريم إلى جوار ربه ظل من بعده سيفاً مسلولاً في أيدي خليفته أبي بكر وعمر. شكاه أهل حمص إلى الخليفة سيدنا عمر أربعاً كنا فيه، لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، ولا يجيب أحداً بليل، وله في الشهر يومان لا يخرج فيهما إلينا ولا نراه، وتأخذه الغشية بين الحين والحين. قال له الفاروق بعدما سمع رده: الحمد لله الذي لم يخيب فراستي، إنه الزاهد المتبتل سيدنا سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه. قصة سيدنا سعيد بن عامر وإمارته للشام، وكيف علم زوجته الزهد، وماذا قال للخليفة عندما شكاه أهل حمص، وقصة التجارة الرابحة، تابعوها في الحلقة القادمة من برنامج النجوم مع الداعية فيصل الكاف.